انت مرفوض من 3 جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تلاصة يا فندم. اخرس ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لحضرتك ما تقولش اي حاجة، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا، اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زمن حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضره النهارده عن خصائص الموارد الاقتصاديه. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضره متاخر بعديه. اتفضل بره. اذنك يا دكتور. اتفضل بره. اولا الندره النسبيه، وهنتكلم عن الندره النسبيه. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. ايه ده؟ انت يا اخينا، انت داخل زريبة لا خيالك. قم فز وانت بتكلمني. اسمك ايه يالا؟ بسيون. نعم بسيون يا عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبه؟ من 3 يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي 3 مصايب يا فندم، جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، وجامعه جنوب الوادي. ما شاء الله اترفدت من 3 جامعات، دي حاجة تشرف والله. واترفدت ليه من 3 جامعات؟ والله في جامعة القاهرة تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعة اسكندرية ضربت دكتور سألني اترفدت ليه من جامعة القاهرة. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعة جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مايا. آه دي إنجي برنسيس الجامعة، يستحسن تبعد عنها أصلها متشفرة. نعم أيوة، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر، أصلنا فتانة. أنيسة إنجي لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا لا أبدا يا دكتور، تحت أمرك. إحنا كنا بنتكلم في إيه دلوقتي؟ في المحاضرة. ما أنا عارف، الموارد الاقتصادية وعلاقتها بإيه؟ علاقتها بلون الشعر؟ برافو برافو، المحاضرة جاية تيجوا ومعاكوا الصبغة. انت واخداني على فين؟ هعزمك على حاجه في الكافيتيريا دي بقى المكتبه، طبعا ما بندخلهاش خالص. ومين دي؟ دي جميله البنت بتاعت النظافه. ازيك يا جميله؟ دي عامله فيها المترشه. ايه يا توحة الكلام على ايه؟ يا بطة مش قلنا كل الكلام ده في الهيش وبنلخص في الاخر؟ ولا قشطة صبح 3 2 في 3. ايه رايك في النظام بتاع امبارح؟ وحياة ابوك ما تفكرنيش، دي شقة زبالة ونسوانها كلها عايزة الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني؟ سعادتك طلبت امبارح تروح شقة فيها نسوان بلدي. انت هتسامح لي؟ حتة زبدة. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهاردة هنا. عيل جديد اسمه بسيوني حاجة كده. بسيوني؟ اه بسيوني حاجه كده. بسيوني يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينه على المشاريب. لا اعتبر نفسك كسبت، اروح اجيب انا المشاريب. ياه
فيه ايه؟ ولد صحيح. يا ربنا يا صباح اللي بتغني سندوتشين وتاني حاجه ساقعه. يا حبيبتي دايما البدايه عندك بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب. لا انا بوتاجاز معدي. ما تهدي في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياه ابوك بلاش الصباع ده هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي تحتلف دماغك من الصبح. يلا كده احلى. الله 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 سخنه. الله بالضبط. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل لي فيها برم. في برم يقع الوقعه دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. اه انت تقصد القصه يعني. انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين. وبعدين شايفك متنرفز قوي يا عم. دي قصه قصه. فضيع شلني. عادي يا شيخ. بسيوني. نعم. قول لي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف. احتمال يبقى عندي مليون حفله. اه طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك. هتيجي. مش هيك انا حر. بس يوني مستنياك. شباب بيحبوا نمبر وان. عايشين كده لينا ستايلاتنا. كل حياتنا يا حب يا فن. لا تغيرنا ولا تأمرجنا ومحدش في الدنيا شركنا. والأصلنا دايما ريحنا وسبنا. ده الكب وهو اللي حبيبنا وصاحبنا وفي قلوبنا الغالي. انا مبسوطه قوي ان انت جيت. ما انا ما اقدرش افوت اي حفله انت عارفاني. طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو. لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقولك ايه تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح بس الصراحه انا كنت قاصد.
عادي انا متعودة على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شوية؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك؟ بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفلة. والله كلفتي روحك، بس الصراحة الصرف باين باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟ الشعر الستايل. اه صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعة بعد الصلاة، شعر دق فوطة سخنة بيظبطني. You are so sweet يا بسيوم. حلوة قوي الحفلة بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انتوا مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجة اصلا. اصلا؟ اصلا انجي يعني مفيش حاجة خالص؟ خالص. بقول لك ايه بس يوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه؟ خلاص قبل. اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. ماما انزلها. لا عادي. خلاص بتبقى عادي طبعا. شوف العيال ومقايستهم، واخدين راحتهم على الاخر ولا كأننا هنا. داخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه ياض؟ ما بشيلش محافظ. طب ايه العجاز نص ساعه القبايه؟ انتوا بقى عليكم عاملين دماغ وسخه، بس سمعت سوق فيها ياض. انت بتكلم ظابط؟ بقول لك ايه؟ انا بقى وزير الداخليه. تبان عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلع بالمحفظه لاحسن غزك. ايه ده؟ انت معاه معاه ماتو بجد؟ ايه ده؟ ده ظابط بجد يا قلق. الله ينور يا سعادة الباشا. أنا هعترف لك يا باشا، اتفضل. أدي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ إدارة أعمال، مقدمة في علم الإحصاء. إيه يا بنت ده حرامية مثقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كتر خيرك، أنا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ نبي انت شكلك لبط وهتتعبيني معاك يا اول. طب عشان تصدق ادي الكارنيه بتاعي، انا في كليه تجاره. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا. انا بشتمك باهلك، بقولك الكارنيه مضروب مالك. حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجي ب 50 60 جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت هتقعدي تقولي لامي تعبانه وبجري على اخواتي، ما تجيلي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكايه ان انا بنت عندها طموح وبجري على اخواتي. تفتكر لازم تقبض عليا عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص يا باشا. والله العظيم انا ما اقدر اجيب سيره لحد، انا مش قد حضرتك. بص يا باشا انا هساعدك، بس مش عشان خايفه منك ولا عشان عايزه منك حاجه. انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. في حد شيوعي في عليكم يا بت؟ اكلمها على الجامعه والمخدرات اللي فيها، تقول لي محاضره في الحفظ الطبقي. بقول لك يا بت انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيكي في الجامعه، دبه النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت تعالي هنا. معاك فلوس؟ مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه. بهزر معاك. خدي دول. برضو حضرتك مصمم تضايقني؟